بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. سيسكو فايرل ده منتج سيسكو نزلته عشان ينافس الجي ان اس 3 والبوسن سيميليشن نيت سيم والحاجات التانيه اللي موجوده في السوق. الحاجات التانيه مش ستيبل، الحاجات التانيه مش بتاع البروفايدر نفسه، مش بتاع سيسكو. انت بتجيب الايمجز وتطبقها عليه. فسيسكو فكرت تخش في الموضوع. هي كان عندها الباكت تريسر، لكن الباكت تريسر يقدر معاك لحد السي سي ان اي، وبعض الحاجات في السي سي ان اي ما تقدرش تطبق عليه. انما هي دلوقتي السنه اللي فاتت نزلت سيسكو فايرل فيرجن 1 اللي هو كان فيه بعض الصعوبه او بعض المشاكل. بعد كده سيسكو راح منزله الشهر ده سيسكو فايرل 2 اللي هو بقى اسمه سي ام ال. سي ام ال اسهل بكتير، الانستليشن بتاعه سهل بكتير. كل ما في القصه اللي انت بتجيب مكنه وهميه بتنزلها من شركه سيسكو وبتنزل نسخه الايزو جواها كل الاي او اس اللي انت ممكن تحتاجها على اي راوتر، اي فاير وول، اي سويتش لير 2 او لير 3 سويتش، كلها موجوده مع بعض في نسخه ايزو. بتاخدها تعمل لها امبورت للسيدو روم للمكنه الوهميه اللي انت هتشغلها على الفي ام وير وبس، وتبدا تخش عن طريق الويب براوزر. طيب الموضوع ده مجاني؟ لا، الموضوع ده ب $200، دي النسخه البيرسونال ب $200 في السنه. طيب انا عايز اجرب، عايز اعمل تجربه اشوف البرنامج كويس ولا لا. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، ان احنا هنعمل الموضوع ده كله فري. سيسكو عطيالك اللي انت تفتح سيشن على السي ام ال مجاني يوميا اكتر من مره زي ما تحب، بس السيشن الواحده ماكسيمم 4 اورز. تعالوا هنشوف الوقت الطريقه. اللينك بتاعتنا، اللينك بتاعه اسمه bit.ly/freecml، bit.ly/freecml. بيفتح لك الويندو دي، بيقول لك عايز تعمل لوجن بايه. طبعا هتخش بلوجن والسيسكو اي دي بتاعك اللي امتحن قبل كده ولي اكاونت على سيسكو. ادي الاكاونت، يس. الباسورد بص هنا كده، بس اكتبيته وتقول له ساين ان. فتح لك على الديف نت ديفلوبر تبع سيسكو، هم اللي عاملين ديفلوبمنت للابلكيشن السي ام ال. هنا طبعا اول ما تفتح هيجي لك لاب. احنا مالناش دعوه باللاب ده خالص، انا عايز اكريت لاب فروم اي تو زد، لاب جديد خالص. هتلاقي فوق عندك ان هو ده الاسم بتاعك، وفي تحت ريزيرف، تعمل ريزيرف، تحجز سيشن زي الناس اللي اشتغلت مع الاي ان اي، كنت بتحجز سيشن. هنا بيقول لك السيشن بتاعتك اللي ستارت فروم ناو انتل، لحد طبعا الوقت ده 2/6/30 ده بتوقيتهم. فانت تقدر هنا تعمل اديت هنا كده، سوري اديت. انا عايز هنا ما تقدرش تغير، هنا ما تقدرش تغير، لكن تقدر تغير من 2 hours تخليها 4 hours. يبقى هو هيبدا لك الاربع ساعات 4 hours from now. يعني مثلا الساعه عندي هنا 3:37 زود 4 ساعات وهتلاقي السيشن اتقفلت على طول بدون اي سبب انذار. هتقول له ريزيرف. انا دلوقتي عملت ريكويست ان انا اعمل ريزرفيشن فور 4 hours على سيسكو ديف نت. خلاص هو دلوقتي بيقول لك، بيحاول يعمل لك السيت اب بتاعك. بياخد قد ايه؟ بياخد تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. طيب هو بقى هيبعت لك الكوميونيكيشن كله ما بينكم، هيبقى عن طريق الايميل. هيبعت لك على الايميل المسجل بتاعك اليوزر نيم والباسورد واللينك اللي انت هتخش بيه. طيب بس كده؟ لا، لازم تكون منزل اني كونكت. ايه اني كونكت ده؟ ده ابلكيشن تبع سيسكو بيخليك تبقى متصل في بي ان بالتكنولوجي بتاعت سيسكو. هنا عندك دي اوفر فيو، خليني هنا اوفر فيو في كل التفاصيل بتاعتك، وده لينك الويب بيج اللي انت هتدير من عليها السي ام ال. وادي اليوزر نيم، وادي الباسورد اللي انت هتخش بيهم على السي ام ال. بس طبعا لازم تبقى منزل اني كونكت. طبعا هيجي لك هنا ايميل، يعني انا هفتح الجيميل عندي اهو،
على طول جالك منه reply بيقول we are wanted to let you know that we are currently setting up your Cisco modeling lab. وهيقول لك لو انت ما حملتش download the Cisco any connect ده لازم يكون منزله وشغال. هتعمله download وهتلاقيه موجود عندك هنا اهو Cisco any connect. اول ما بتعمل connect الرابط ده هيجي لك في الايميل، هتاخده مع الايميل اللي هيجي دلوقتي خلال 10 دقايق بالظبط، هتحطه هنا كونكت، هيطلب منك يوزر نيم وباسورد. خلينا مع بعض خطوه خطوه. احنا ممكن دلوقتي نعمل بوز للفيديو. زي ما انا شايف كده جالي ايميل يور سيسكو ديف نت انبوكس. ادي الاعدادات بيقول لك طبعا الاول لازم تعمل انستليشن للسيسكو اني كونكت. بعد ما تعمل انستليشن ادي الرابط اللي انت هتخش بيه، ناخد اللينك ده كده كوبي، وادي اليوزر نيم والباسورد بتاعك لاكسس بي سيشن. طبعا بعد ما تعمل سيت اب للاني كونكت هيظهر عندك الابلكيشن هنا، مجرد ما تضغط عليه هيفتح لك هنا، يقول لك حط لي الرابط، تكلير الرابط القديم وتعمل بيست للرابط الجديد، يقول له كونكت. الفي بي ان كونكشن بيحاول يخش يدي لك الوقت، يديني الكريدنشال بتاعتك. طبعا انا عشان دخلت قبل كده فمكارن سيف اليوزر نيم، ادي الباسورد، تاخده كوبي، انت فين الكتكوت، ونقول له بيست. هيعمل ريفيو للداتا دي او يتحقق منها. تمام، بيقول لك استابليشن الفي بي ان والاكتيفيشن. بص اصلا هنا هتلاقي هنا اكتيفيت، خلاص اكتيف وقت ال 10 دقايق معدي اكتيف. طيب انا كده فين اللاب بقى هشتغل ازاي؟ خلاص كده انت تقدر تفتح اي صفحه نت عادي وتخش على السي ام ال، ودي السهوله بتاعته من غير اي تطبيقات. طب هخش على رابط ايه؟ هخش انت بص هنا في المعلومه اللي احنا كنا فيها الاول، هنا قال لك عشان تاكسس السيسكو موديلنج لاب سيرفر اللي هو سي ام ال تخش على الرابط ده 10/10/2061، تقول له جو تو 10/10/2061، يقول لك نوت سكيور عشان هو بيستخدم سيرتيفيكت خاصة بيه، انا اوريدي اشتغلت عليه قبل كده فهيقدروا يدخلنا على طول ان شاء الله. عايز اليوزر نيم والباسورد، فين اليوزر نيم والباسورد؟ دول اللي موجودين هنا اهو. بعد افتر يو هاف استابلشت في بي ان كونكشن دي الداتا كلها اللي هتستخدمها، ادي الديفلوبر اليوزر نيم والباسورد، هما ثابتين على فكره مع كل الناس. يبقى اول مرحله بنخش نعمل ريزرفيشن نحجز، بعد كده بنستنى الايميل، بيجي لك ايميل يقول لك احنا بنعمل بروسيسنج في السيت اب بروسيس عشان نعمل لك اللاب، بعد كده بيجي لك ايميل تاني يقول لك اللاب تم اكتيفيتد، وتخش على اللينك ده ويوزر نيم وباسورد اللي هو هنا. اول حاجه تنزل ايميل كونكت مره واحده طبعا بس، وتقوم مشغله وتقوم عامل بيست لللينك ده، هيطلب منك يوزر باسورد هتدخلهم. بعد ما فتح معاك الرابط الـ CML على الديف نت هيحتاج بقى كريدنشال يوزر نيم وباسورد تاني، دول اللي بتجيبهم من الصفحة دي اللي فيها برضو عنوان الـ CML بتاعك. لو الموضوع مش واضح عيد الفيديو تاني من أوله، يبقى ماشيين خطوة خطوة كده. يبقى احنا خلاص هو هنا في اوريدي في لاب اهو جاهز، هما الشباب مجهزينه ديفلوبر اللي انت ممكن تشتغل عليه. طيب فكرة عامة كده، ادي سيميوليت ده شكل الديزاين بتاعك، ادي سويتشاتك راوتراتك الاي اس اي فاير وول، وادي النودز بتاعتك والبروسيسنج بتاعها. تقدر طبعا تتعلم هنا تشوف استهلاك البروسيسور شغله قد ايه. ادي الديزاين بيلد انيشال بوت ستراب اللوكس النودز مش عارف كل ده. المهم انت تقدر مثلا تضغط على ده وتقول له كونسول، هيفتح لك هنا كونسول نوت سبورتد اون ان مانجد سويتش. هذا ان مانجد سويتش، انا هنا طبعا راوتر، تفتح الكونسول هيفتح لك بقى عادي وتبدا شغلك فيه.
تاخد بالك من حاجه. طبعا اليوزر نيم والباسورد كله سيسكو سيسكو. شايف هنا في لما تيجي تكبر دي، انا لا بعمل سكرول بالبكره اللي في الماوس، تقدر تكبر وتصغر، ومن هنا نفس الكلام. الدايره دي معنى كده ان هو اوريدي بوتد وشغال. لو هو معمول له اوف كده، سيبه زي ما انت شايف ان هو مش شغال، اعمل له ستارت، هيبدا كده ايه تو ارو دايرين حوالين بعض بس لسه ما اكتفتش. انا بقى هسيبني من كل ده خالص، وهنيجي احنا عايزين نعمل لاب جديد، انا مش جاي هنا على حاجه جاهزه. فاللي هيحصل هتروح على لاب مانجر وتيجي على اللاب القديم ده تقول له بليز ستوب عشان البروسيسنج والميموري. البروسيسنج والميموري دول بتوع عند سيسكو مش عندك، يعني ده مش متوقف على الجهاز اللي انت شغال بيه، ودي الميزه الرهيبه. يعني بص هنا الليكيتد ميموري قد ايه؟ كان 22 جيجا و19 جيجا، شغال زي الفل. التوتال في رام شغال على 12 في رام، في رام ايه؟ في ام مكانات وهميه. فامكانيات عاليه جدا ببلاش. خلاص احنا عملنا ستوب لدون ديليت لاب اونلي وين ويبت وايبت، واسمها وايبت وايبت لان الاي بتتنطق لونج وايبت وايبت، بتمسح الاعدادات يعني كلها. اوكي وايبت ذا لاب، كده صفرنا الاعدادات كلها. خلاص تقدر دلوقتي تعمل له ديليت ديليت كده. انت صفحتك الاكونت بتاعك اللي هو البرنس ده اختفى، ما عندكش اي لاب. طب عايزين نعمل لاب جديد، دي الحاجات الريسورسز اللي هم مفروضينها لك. اد لاب، هتسمي اللاب بتاعك. انا هشتغل على لاب اللي اتش اس ار بي اللي ما كناش عارفين نعمله على جي ان اس 3، او الاجهزه كانت بتعلق بصعوبه. خلاص تضغط عليه دبل كليك كده هيفتح لك الديزاين كول. هنا بقى عندك كول الراوترات والسويتشات وكل حاجه انت تقدر تشتغل عليها. انا الرسمه بتاعت اللي انا هشتغل عليها اهي، انا عندي اتنين كور سويتشز وعندي واحد اكسس وموزعهم على اتنين فيلان، فيلان اتنين وفيلان تلاته، وعندي خط انترنت واحد، وعندي هنا هجيب اكسس سويتش بحيث عايز اطبق اتش اس ار بي ما بين السويتشين دول، بحيث ان انا اخلي ده الاكتف وده الستاند باي، واخلي دون الروت بريدج. فالداتا كلها تطلع من كل الفيلانز عندي عن طريق كور 1 وتطلع على اي سي 2 اللي هو الاكسس 2 وتروح على الراوتر، يبقى البرانش ده كله هو اللي شغال. نفس الكلام هنا اهو. طيب ان كيس ان سي او 1 وقع، كور الاولاني وقع، حصل فيه اي مشكله وفصل، عايز التاني ياخد الريسبونسبيلتي على طول ويبقى هو الاكتف. ده هيحصل ازاي؟ عن طريق كونفجريشن ال HSRP. طب خد بالك من حاجه، ده الاول الديفولت جيت واي بتاع بي سي 1 هيبقى ايه؟ هيبقى ال اس في اي اللي هي السويتش فيرجوال انترفيس اللي هو بيبقى كور 1. فبالتالي لازم اخلي الديفولت جيت واي بتاع كل الاجهزه اللي عندي هي الفيرجوال او الفيرجوال اي بي بتاع ال HSRP. يعني هنا مثلا هيبقى 192 168 2 1، هسمي ده 2 2 وده 2 3، وهخلي الفيرجوال 2 1، وهخلي الفيرجوال ده هو الديفولت جيت واي هنا، بحيث لو ده وقع او ده وقع يفضل ده شايف الديفولت جيت واي. نفس الكلام ده فيليان 3، هخلي الديفولت جيت واي بتاعته 192 168 3 1 اللي هو ده ولا ده؟ لا ولا ده ولا ده، هو الفيرجوال اي بي اللي هنكونفجره بال HSRP عشان ان كيس ان ده وقع ده يشتغل، ان كيس ان ده وقع ده يشتغل. طيب يبقى كده الباكت عندي هتطلع من هنا تروح هنا، هتروح لوزر ده اللي شغال او دون لنفرض ده. لازم اعمل كونفجريشن هنا اقول له ان الديفولت روت بتاعك، الديفولت روت هو الانترفيس بتاع الراوتر ده، اي حاجه مش عارفها روح ابعتها على الانترفيس بتاع الراوتر ده. طب الكونكشن ما بين الراوتر ده والدنيا بتاعتي الداخليه ايه؟ انا هعمل هنا كل ده ترانكات، وهاجي على الانترفيس 01 على الاكسس سويتش 2 هخليه سويتش بورت اكسس فيلان 5، يبقى هخلي الانترفيس الداخلي بتاع ار 1 كانه جزء من النتورك بتاعتي على الفيلان 5، بحيث ان هو
لما يحب يتواصل مع اي حد في النتورك الداخليه يتواصل مع اي بي على فيلان 5. وبما ان دي لاير 3 سويتش يقدر يعمل انتر راوتينج بتوين كل الفيلانز، يعني بي سي في فيلان 3 يقدر يتصل ببي سي فيلان 2، لان لاير 3 سويتش بيعمل راوتينج ما بين الانترفيسز بتاعته او اللانز اللي موجوده داخليه، فبالتالي يقدر دون يتصل بالنتورك اللي هي 5 والانترنال ده. ممتاز. طيب لما خلاص انا اقدر اوصل لحد هنا، العوده بقى، العوده انا انا عملت حاجه غلط هنا. بالنسبه للعوده ده النتورك الخارجيه، انا هعمل لوب باك هنا 4222، ويبقى اللاب بتاعي ناجح او فشل لو انا عملت بنج من هنا لهنا والبنج وصل ورجع، ان كيس ان ده ستارت اب وده اكتف وده ستاند باي، والعكس هقوم وقع ده واخلي ده الاكتف وده واقع، عايز البنج يفضل شغال. انا مفيش هنا لينك انا شايل ده. طيب لازم اخلي الديفولت جيت واي، هقول للراوتر ده اي 192.168.2.0 اي اي بي فرنج الفيلان 2 ابعته على الفيرجوال اي بي بتاع الفيلان 5. يعني ايه؟ يعني انا هعمل هنا اتش اس ار بي برضو على الكور 1 وكور 2 بالنسبه للفيلان 5، بحيث ان ده لو وقع نفس الكلام الاي بي بتاعه ما ياثرش في اي حاجه، لان انا عامل الفيرجوال اي بي هو الديفولت جيت واي للراوتر ده، فيقدر ويقدر يرد. يعني على سبيل المثال انا خليني ده مش شغال وده الاكتف بي سي 1، هيعمل بينج على 4222 4222 ده لوب باك موجود هنا اهو، تمام. فانا هقول للجهاز ده بينج على ده. اول حاجه الجهاز ده يبص فيها، هيبص في الديفولت جيت واي بتاعه، لان 4 ده رينج غير 192 اللي هو فيه، فهيقول لا والله رينج الاربعه ده انا ما اعرفوش، فهيبعت الباكت لل ديفولت جيت واي بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو 192.168.1.1 لان فيلان 2 2.1. طب 2.1 ده انهي جهاز هنا؟ ده ولا ده؟ لا، هو الفيرجوال اي بي اللي احنا عملناه بالاتش اس ار بي اللي هو يشمل سواء ده او ده، لو ده اون او اوف، وده العكس لو ده الاون وده اوف، الفيرجوال اي بي دايما اكتف، فبالتالي ده هيقدر يوصل للفيرجوال اي بي الاكتف. الفيرجوال اي بي اكتف ده هيلاقي ان انا طالب 4222، لنفرض ان هو ده الاكتف دلوقتي، ده ما يعرفش النيتورك 4 دي فين، لكن عنده ستاتيك روت بيقول له ان اي حاجه مش عارفها ابعتها على 192.168.5.254. ايه هو 254؟ ده العنوان الانترفيس بتاع الراوتر ده، هيقوم هو عامل اللي عليه حاضر، هيقوم بعته على الفيلان 5. فيلان 5 هتعمل بروكاست لكل الانترفيسز اللي موجوده في سويتش بورت اكسس فيلان 5، اللي منها هيروح على الترنك ده ويروح على من 0-1 هيوصل للراوتر. الراوتر هيجيله فريم كامل، اي لما يحلل الباكت بتاعته هيلاقي ان فيها السورس بتاعها 192.168.2 whatever كان 11.2.11 بتاع ده، والديستنيشن اي بي ادرس 4.2.2.2. هيبص في الراوتنج تيبل بتاعه هيلاقي ان عنده راوت فعلا موجود لل 4.2.2 لان هو دايركت كونكتد، هيقوم باعت البنج الانترفيس. الانترفيس بقى لما يجي يرد الانترفيس هيبص في الراوتنج تيبل، مش هيلاقي 192.168.2 النتورك دي ما يعرفهاش، فاحنا هنكريت هنا ستاتيك روت. انا طبعا مش هشغل دايناميك روت، هكريت ستاتيك روت، هقول له اي اي بي ادرس في رينج 192.168.2.0 بنتورك مصر 255.255.255.0 ابعته على ال 192.168.5.1. ايه ال 5.1؟ ايه الجهاز ده هنا 5.1؟ لا مفيش، ده الفيرجوال اي بي اللي احنا هنعمله بال HSRP على فيلان 5، بحيث هيقوم اخد الداتا الريبلاي بتاع البنج يبعتها عن طريق الترنك، الترنك هيبعت لكل الانترفيسز اللي فيها ترنكات، هيوصل للانترفيس السويتشات اللي فيها ترنكات، هيوصل للسويتش ده. السويتش ده اوريدي متظبط ان هو يعمل اس في اي او انتر فيران راوتنج، فيلان راوتنج،
هيقدر يمانج، هيلاقي هو عنده الفيلان 2 وفيلان 5 فيقوم بعتها على الفيلان 2 يبقى البنج اشتغل تمام. الموضوع ان شاء الله يا رب يكون واضح. طيب احنا هنبدا، ادي اللاب بتاعنا، ادي اي او اس فيرجوال لاير 2 ده اللي تقدر تطبق عليه اللاير 2 تكنولوجي. ادي اول سويتش، ادي تاني سويتش، ادي تالت سويتش، ادي رابع سويتش. وانا بدل ما اجيب الجهازين دول لقيتهم في هنا ديسكتوب بس لقيتهم شغالين لينكس، انا ما اعرفش حاجه في لينكس خالص، فانا بدل ما اجيب ديسكتوب هنا عشان نجرب البنج هجيب الاي او اس فيرجن لير 2 دون ونعمل البورت بتاعته اوتو كونفيجريشن اللي هي تاخد دي اتش سي بي كانه جهاز كمبيوتر يعني عادي. ولسه الراوتر اي او اس في دي نسخه راوتر اللي احنا بنشتغل عليها. نيجي بقى نعمل الكونكشن. الكونكشن بيتم ازاي؟ بقف كده على انا عايز بس الرسمه هنا كده. احنا بس اللي عندنا الكونفيجريشن هنا ده هيروح من 00 ل 03، ادوس عليه كده، ادوس عليه وانا دايس اسحب، انزل هنا اسيب، هيقول لي اهو انت على الاي او اس 4 ده عايزه منين؟ من 00 وهنا على 03. ماشي، عايز اسمي ده اضغط على الاسم كده. بص لما تيجي اهو نصغر صغر صغر، ناخده فوق كده كله، نكبر ده. شوف لما بتدوس على الديفايس نفسه بيجي لك هنا النود انفو تقدر تغيره. فانا هسميه بي سي 1 وهسميه فيلان 2. ماشي، ونيجي على ده نسميه بي سي 2 فيلان 3. وده هسميه حسن ده اكسس اكسس 1 وده كور 1 وده كور 2 والحلو اللي فوق المختفي ده اكسس 2 اكسس 2 والجميل اللي فوق ده الراوتر نسميه R1. طبعا تعمل كل الشغل بتاعك قبل لما تبدا الستارت. نرجع نكبر تاني عشان كده جنب بعض. ماشي، لسه طبعا مفيش ولا واحد فيهم اون، احنا بنعمل الكونكشن. قلنا دون من على البورت 1000، بنضغط على شكل الكونكشن ده ونعمل دراج كده ودروب. طبعا ما صابتش من هنا كده لكده لحد ما يبقى لونه ازرق. هنختار من على البي سي 00 وهنا احنا قلنا 01 مش كده؟ 10 التفاح 10. طبعا تقدر تعمل كده، مفيش هنا كات، انت بتضغط على اللينك ده يظهر لك هنا ديليت لينك. يس كده اللينك ديليتد. ناخد تاني كده من ال 10 او من 00 من البي سي لل 10 في السويتش ده. طبعا هنا بقى كله ترانكات مش هيفرق. حضرتك كده ترانك خليه 0000. لسه هنا الكونكشن ده 10 على 01 ادي 00 من على الراوتر، ادي الراوتر، ادي 00 من على الراوتر، وهنا 01 هنستخدمها. ماشي خليها 00
مفيش مشكلة. يبقى الانترفيس ده هيبقى 0.0. ماشي، انا معدل هنا configuration من الـ AC2 اخلي الشغل بتاعنا على 0.0. كده اللاب بتاعي جاهز لكل حاجة، جاهز على الشغل. اقربه بس من بعض كده، اظن سهل التعامل مع السي ام ال. نرفع بقى الويندو بتاعتنا عشان نعمل كونسول. اول حاجة انت تضغط كده في اي مكان فاضي ونقول ايه ستارت لاب. زي ما انت شايف كله هيبدا، التو ارو يبداوا هو يعني كانهم بتدور العربيه يعني. بص لما تيجي تشوف هنا في النودز، شوف السي بي يو، تلاقي كلهم بيشتغلوا عندك. ديفاين ستارتد بوتد اللي بدا يشتغل. شوف 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 كل بروسيسنج هاي بروسيسنج. هو الافضل ان انت تشغل واحد واحد، تعمل كونفجريشن. لكن يلا جينا اشتغلنا، بياخد وقت طبعا على بال ما كل يقوم. هو لحد دلوقتي مفيش غير اي سي 2 هو اللي قام. لما احب اعمل كونسول انت تضغط مثلا عليه اهو، كل الكونفجريشن بتاعته تحت موجوده هنا اهو. النود ولسه مهني قبل اي سي 2 خليه ما يبدا يشتغل. ممكن من هنا على طول تقدر كل ده. انا بلعب بالبكره بتاع الماوس. شايف ده هنا يقول لك كونسول، يفتح لك الكونسول عليه على طول. اوبن كونسول. ادي لود نسخه الاي او اس انيبل عربي. كل اللي انا هعمله، انا خلاص انا عرفت الديزاين اللي انا هعمله وعارف الشغل ومجهزه بره في ملف تكست. هو ده الاي سي 2. الاي سي 2 ادي مراجع الريفيو كونفجريشن بتاعته. دي البيزك كونفجريشن، يوزر نيم وباسورد واللوجن كونسول والنو اكزيت تايم اوت والبي تي واي. هنا بقى الكونفجريشن بتاعتنا. هخلي انا المانجمنت انترفيس بتاع كل السويتشات دي هي الاي بي فيلان 4. فاقول له انترفيس فيلان 4 وادي هديله الاي بي ادرس بتاعه ومشت داون. وانا عامل كونفجريشن للفي تي بي فيرجوال ترانكينج بروتوكول او فيلان ترانك بروتوكول. طبعا بحوله الاول من ترانسفيرنت بحاجه ثابته فيا عشان اصفر وبعدين ابدا من الصفر. بحوله في تي بي مود ترانسفيرنت وبعدين احوله في تي بي مود كلاينت، وهيبدا ياخد الكونفجريشن في تي بي فيرجن 2 في تي بي دومين والباسورد بتاعك. طبعا هو ده السيرفر بتاعي، فانا هبدا شغل بالسيرفر. خلاص كده عندك كله بوتد وكله شغال كله اخضر اهو. فتيجي تقدر تدوس على اي واحد منهم وتروح على الكونسول. اوبن الكونسول ادي سي ام سو او 1 اللي هو الكور الاولاني. تضغط انتر في النص انيبل. طيب تعال بقى احنا نشتغل على الكور الاولاني. عندي هنا اعمل دي اوتو عشان يفتح لي البتنجانه دي كده اهو. ادي الكور الاولاني. ايه الكونفجريشن بتاعتي اللي انا مجهزها؟ الكونفجريشن اللي انا عاملها بقول له والله يا سيدي ادي الهوست نيم بتاعك انابل سيكريت انابل باسورد. انا هخلي السويتش ده دي اتش اس بي، فبعمل اكسكلود للادرسز دي اللي هي 2-1 لحد 10 و3-1 لحد 10 و5-1 لحد 10، لان انا هشغل بس فيلان 5 وفيلان 2 وفيلان 3. وادي السيتنجز بتاع الدي اتش اس بي. اي بي دي اتش اس بي بول فيلان 2 هيبدا يوزع النت ورك بتاعته 2-0. الديفولت راوتر 192.168.2.1.2.1 ده قلنا هيبقى ايه؟ ده الفيرجوال اي بي ادرس بتاع ال HSRP اللي هنعمله على الفيلان 2. ودي ان اس 4 3 اتنينات
الدي ال في لان 3 نفس الكلام، النتورك 3 0، الديفولت جيت واي 3 1 اللي هي برضو دي الفيرجوال اي بي ادريس بتاع في لان 3. نفس الكلام بالنسبه للفي لان 5، هنوزع الديفولت، لا الديفولت هنا دي غلطه، كويس اللي احنا رجعنا، الديفولت هيبقى 192.168.51 دي اللي هي نفس الكلام الاتش اس ار بي. ونعمل كونفجريشن للترنك، ان الانترفيسز دي كلها ترنكات، وادي انترفيس في لان 1، انترفيس في لان 2، ادي السيتنجز في لان 2 اللي هو ده اللي هيبقى الاكتف تحتيها، طبعا تحت الانترفيس في لان 2 بديله الاي بي ادرس دون 22، وبقول له ان الستاند باي جروب 1 الاي بي ادرس بتاعه 21 ده اللي هو الفيرجوال، والبريورتي 130. طبعا ال HSRP بيشتغل بالبريورتي، الديفولت 100، لو انت انكريز للبريورتي دي فانت بتقول له هو ده اللي يبقى هاير بريورتي، فهنا هخليه 130 يبقى هو ده الاكتف، واقول له بريمبت، بريمبت يعني وات ايفر داون، لو كان داون وقت ما بقى ستارت اب لازم هو ده يبقى الاكتف. نفس الكلام هعمله الناحيه الثانيه بس هيبقى من غير البريورتي ومن غير الستاند باي بريمت، بريمبت بريمت تمام. الفي لان 3 نفس الكلام، انا بديله معلش بس عشان ما نغلطش، انترفيس في لان 3 ادي الاي بي ادرس بتاعك هتبقى انت 3 2، وادي الستاند باي جروب بتاعتك هسميها رقم 3، الاي بي ادرس بتاع الفيرجوال اي بي ديفولت جيت واي الراوتر الوهمي هيبقى الاي بي بتاعه 192.168.3.1، والبريورتي بتاعتك 130 131 100، اهم حاجه فوق ال 100، وبرده بريمبت يعني هنا هيبقى الاكتف. فيلان 4 انا بديله بس الاي بي ادرس والنشط داون عشان يقدر يكومينيكيت مع المانجمنت نيتورك يعني مع كل السويتشات. الفيلان 5 اللي هيجي لي الرد عليها او الراوتر لما يجي هيتواصل هعمل عليها برضو ادي هو عنوانه هيبقى 5 2، الستاند باي بتاعي او الفيرجوال اي بي ادرس هيبقى 5 1، ونفس الكلام البريورتي وكده بس. وادي الاي بي روت بقى انا هقول له للكور 1 الاي بي روت بتاعك 192.168.5.254 اللي هو الانترفيس الداخلي بتاع الراوتر ده، يبقى اي حاجه انت مش عارفها ارمي على انترفيس الراوتر وهو هيمانج الموضوع. احنا فين؟ احنا في كور 1. نبدا دلوقتي ناخد الكونفجريشن بتاع الكور 1، ماكنش هنا على الاسبانيلي تري، هذا الاسبانيلي تري جزء الاسبانيلي تري، يبقى ادي الاسبانيلي تري مود بير فيلان اسبانيلي تري، وانا قلت له ان عندك الاسبانيلي تري الفيلان من 1 لحد 5، خلي البريورتي بتاعك انا كتبت روت روت ايه روت برايمري، فاوتوماتيك يترجم هنا بريورتي 24576، وهنخلي الكور الثاني هو الروت سكندري نفس الكوماند سبانينج تري في لان من 1 ل 5، البريورتي الروت سكندري هيترجم تقريبا 28000 وحاجه، بحيث يبقى انا عندي ادي السويتش ده يبقى هو الفي تي بي سيرفر، ويبقى هو السبانينج تري روت بريدج، ويبقى هو الدي اتش سي بي، وايه تاني، والاكتف في الاتش اس ار بي، كل الحاجات دي موجوده في ده. طيب يلا نبدا ناخد ده كوبي ونروح على صاحبنا، لازم نقول له كونف تي ونقول له بيست، بدأ يعني الله السيتنجز كلها. تمام شكرا يا عم كتكوت، نعمل له سيف، نروح بعد كده على الكور 2. طيب الكور 2 ايه الشغل اللي هنعمله فيه؟ ادي كور 2 هنقول له ان انت اريزونال باسورد السبيلنج تري هنا معمول رابت، انا عايز اخليه بير فيلان، رابت بير فيلان سبيلنج تري مظبوط،
الاسبانيك 3 هشوف من 1 ل 5 انا كتبت روت سكندري الترجم هنا روت وخلاه 28 يعني اعلى حاجه بسيطه الثاني كان 24 ده 28 لان في الاسبانيك 3 اللوست بريورتي هو اللي بيبقى الروت بريدج عكس ال HSRP. وهنا دي ترنكات كله ترنكات نبدا في الانتر جيلان طبعا طبعا لاحظ انا لو انا مش عايز اعمل ريدندنسي هخلي هو ده اللي هيمانج الانتر جيلان راوتينج مش هحتاج هنا خالص ان اعمل انتر جيلان راوتينج يعني مش هحتاج اعمل اس في اس اي فيز هنا ولا اس في ايز اللي هو اسمها سويتش فيرجوال لان اللي هي انترفيس في لان كذا وانترفيس في لان كذا وانترفيس كذا لان كذا لا انا واحد بس كفايه عندي بس عشان انا بعمل الشغل ده كله ان كيس ان ده داون ده يقدر يمانج الموضوع طب عشان يمانج الموضوع لازم انشئ عليه كل الانترفيسز للفي لانز اللي عندي هيبقى هنا كده انترفيس انترفيس في لان واحد هدي له اي بي ادريس ثاني طبعا غير اللي هناك والانترفيس في لان 2 اديته مثلا 2 3 كور 1 كان 2 1 2 2 وده 2 3 هنا بقى بقول له اعمل ستاند باي جروب بتاعه 1 الاي بي ادريس بتاع الفيرجوال 2 1 ممتاز نفس الثاني بس الثاني كان فيه البريورتي وكان فيه خلينا نجيب الاثنين مع بعض عشان شغالين على ميه حلوه بيضه وجميله جدا اهو نشوف هنا كده ادي الانترفيس في لان 2 وادي الانترفيس في لان 2 على هنا عندي ادي الاي بي ادرس بتاعه 2 3 هنا 2 2 الفيرجوال اي بي ادرس بتاعنا 2 1 في الحالتين هنا قلت له البريورتي بتاعتك 130 يعني انت هتبقى الاكتف وبريمبت يعني اجباري اول ما تقع اول ما تقوم تاني تخش تاخد على طول ايه الاكتف تبقى انت الاكتف وهو ده لسه موبايل الفيلان 3 نفس الكلام ادي اي بي ادرس وبديله الستاند باي 3 وادي نفس الكلام هنا زياده عندي البريورتي والبريمبت 4 ما بنعملش عليها اي حاجه 5 نفس الكلام تمام وطبعا بقول له الديفولت الروت بتاعي الاستاتيك روت على الانترفيس بتاع الراوتر عشان ده لو وقع ده كله يقوم بالموضوع كله ودي هنا اللوجن عادي بتاعي فانا هعمل هنا كنترول A كنترول C ونروح على CML بتاعنا ادي كور 2 ودينا على الكونسول اوبن كونسول تضغط هنا كده بالماوس وتدوس انتر عشان يدخلك على الراوتر هتدوس له انيبل هنقول له كونف تي وتدي له بيست على طول السيتنجز اللي انت مطبقها طبعا انا ما انشاتش هنا اي في لان هو انا اعتمدت ان هو ياخد الفي لانز هنا مش شايف مش ظاهره في الشو ران هنا انا عملت كرييشن للفي لان عملت في لان 2 في لان 3 وفي لان 4 وفي لان 5 تمام يعني الظاهر يعني كان المفروض اعمل شو في لان وكاويرها مش مشكله لاحظ هنا مفيش اي تصدق لازم نعملها طيب تعالى نشوف كده وهنا خلص شو فيلان مفيش اي فيلان كريتد طبيعي لان هنا ده الفي تي بي سيرفر بتاعي مفيش اي فيلان كريتد شو فيلان مفيش اي فيلان وبالتالي اصلا الاثنين مش شايفين بعض لحد دلوقتي طيب عشان اعمل الفيلان انا كنت عاملها فين يا حسن اهي كور 1 ده الشغل الفعلي بقى اللي انا كنت عامله الكوماندز انترفيس فيلان مشات انترفيس ادي الفي تي بي ادي الفيلان ممكن نيجي نعمل كده فيلان 2 3 4 5 اكزيت دي الكوماندز اللي انا كنت كاتبها في ايدي وانا بجهز اللاب ليتس كونفيجر ادي الاس تي بي ستاننج تري مود بقول له روت برايمري والثاني هيبقى روت سكندري بس انا مش عايز اغير بيه تعالى نكريت انا دلوقتي هكريت الفي لان مفيش اي حاجه مختلفه يعني اجي هنا اقول له كونف تي واعمل بيست كريت لي كده الخمسه في لان بتوعي اكزيت شو في لان
ادي الدي لينز بتاعتي كلها ظهرت. ادي الدي لينز 2 3 4 5. المفروض دلوقتي الانترفيس في لان 4 يبقى اب. شو اي دي انترفيس بريف. ادي في لان تعالى نعملهم اب. يمكن عشان الترنكات لسه ما اشتغلتش. انترفيس في لان 4 نو شت. شو انترفيس ترانك. كلهم ترانكات ممتاز. ونفتي انترفيس داخلي رينج رينج جيجا زيرو سلاش زيرو لحد الثلاثة. سويتش بورد مود ترانك اكزيت كده. انا الفورس اللي هو يبقى ترانك اشوف. طب لا 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 انا عملت ايه؟ هيكون كده رايت. انا عملت رايت مش رايت كنت شايف. شو اي دي انترفيس بريف. هذه دي لون بارقة ممتاز. حلوة اوي الكلام ده. طيب نبدأ نكمل شغلنا. خلينا نراجع الفي تي بي. شو في تي بي ستيتس. ادي سيرفر ونمبر اوف اكزيستنج فيلان 9 ماشي. طيب طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ نروح على كور 2. مفيش اي كونكشن منهم غير عشان عن طريق اس 1 واس 2 لسه هنعملهم كونفجريشن. تعالى هنا كده شو في تي بي ستيتس. لسه مفيش نمبر اوف اكزيستنج فيلان لان لسه ما عملناش اس 1 واس 2. هنعملهم دلوقتي بس نعمل الترانكات هنا. كونفتي انترفيس رينج جيجا زيرو زيرو لحد ثلاثة. سويتش بورد مود ترانك. طبعا طالما ما فيش اي شو اي بي انترفيس بريف هنا فيلان 4 تفضل داون لان ما فيش ما جالوش فيلان رقم 4. عشان انترفيس فيلان 4 يبقى اب لازم نكريت يدوي او تيجي عن طريق الفي تي بي الفيلان 4. طب عشان نجيبها لازم نخلي الاثنين دول في تي بي كلاينت عشان يمرروا الفي تي بي ونعملهم ترانك. يبقى انا هنا كده خلصت ده. نبدا بالايه الاي سي 1. حبيبنا الاي سي 1 ده نعمل انتر انتر اقول له انيبل. ادي الاي سي 1 انا مجهز الكونفيجريشن بتاعته. الكونفيجريشن بتاعته هنا كونفيجريشن مش اخد شو ران. بقول له كونفيتي الهوست نيم بتاعك اي سي 1 يوزر نيم باسورد لاين كونسول لاين كونفيجريشن. بقول له هنا الكونفيتي انترفيس في لان 4 اللايف ادرس والنشط. وطبعا ابدا افعل الفي تي بي عشان ياخد الفي لانز. هقول له في تي بي مود ترانسبيرنت بصفره وبعدين كلاين عشان يبدا يستوعب الحاجه. عشان يعمل اوثنتيكيشن محتاج ان هو نفس الفيرجن فيرجن 2 والدومين في تي بي دومين ار سي. وهيبدا يتشيك الباسورد لو سيسكو ادمن مظبوط في الناحيتين هيبدا ياخد كل الكونفدريشن من بتاعت الفي لان من كور 1 اللي هو متوصل عليه او السيرفر في تي بي. وهقول له انترفيس 03 سويتش بورد مود اكسس. طبعا هيبقى اخد خلاص الفي تي الفي لان 2 وهيفعلها ويعملها سويتش بورد انترفيس 03 اللي وصل عليه البي سي 1. وادي السويتش بورد الناحيه الثانيه انترفيس 10 اللي وصل عليه بي سي 2. والاي سي بي اخليه بير في لان سبانيك 3 وده البورت فاست والبريدج بروتوكول ده تايونت والروت جارد. مش هعملها لان انا ما عنديش الوقت ديسك توب بكلها سويتشات. لو عملتها هتقفل الدنيا.
احنا قلنا ده الاي سي الحلو ده، اقول له كون في تي سيادتك واعمل لي بيست، لان انت اللي هتمشي لي الدنيا كلها. ايوه سيبك من الاخطاء. ايه اللي هنا اللي مجاش؟ سويتش بورت مود اكسس. نطول ايه في غلطه. هنا من اول انترفيس جيجا 01 كان المفروض نعمل كونفيتي. تعال نلحقها بسرعه. ادي 41، ادي هنا ده المفروض نحط هنا كونفيتي. ماشي الكلام في جميل. هناخد كونفيتي كده وناخد لحد هنا ونقول له كوبي. طبعا اي حاجه فيها هاش ما بيطبقهاش. حلوه ما بيطبقهاش دي. نعمل كده رايت كليك بيست، اكمل الحاجات اللي ناقصه. تمام، وغير السبانينج تري دلوقتي بيعملوا البروسيس بتاع السبانينج تري. المفروض ان المعلم ده دلوقتي هيبدا يخش في الكونكشن مع الكور 1 في الفي تي بي بروتوكول، فيبدا ياخد كل الفي لانز اللي هنا يحطها هنا اهو. يعني عندي النمبر اوف في لانز المفروض يبقى 9. شو في لان لسه الحلو ما خدهاش. طب اعمل لي شو اي بي انترفيس بريف، نشوف انترفيس بينا مربعه اب ولا داون. داون داون اللي داون داون ياخد كور انت ترن. طب شو سي دي بي نيبر، الاقي التهيز ده المفروض ان هو واصل بره. انا عايز كور 1 عشان ده كده حسن. كور 1 على 0 0. تعالى نشوف 0 0 ده فرانك ولا لا. كونف تي انترفيس جيجا 0 0. ودي سويتش بورد مود ترانك بليز. ريجكشن نعمل له ماشي. يعني يقول لك الاسم الانكابسوليشن، يعني نقول له سويتش بورد ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو انتر كده. تمام، وبعدين اقول له سويتش بورد ترانك، لا مود سويتش بورد مود ترانك مود ترانك كده. انا فعلت ان الانترفيس ده يبقى ترانكايا، وبالتالي هينقل الدنيا كلها زي الحلاوه الوقت. يلا يا عم كود كود. ايوه يلا يا عم بنشو فيلان كده جميله. انا مش شايف فديتنا لسه لسه. ليه يابا ليه يا عم؟ طب شو اي بي انترفيس بريف، عندي 0 0 اب اب انترفيس فيلان داون داون. ليه انترفيس فيلان داون؟ كونفتي انترفيس فيلان 4. قول له يا سيدي انه شت داون من فضلك. يعني شو اي بي انترفيس بريف، هو هي مش شت داون عشان مفيش فيلان يا حسن. صح، شو فيلان. لسه لحد دلوقتي صح مش شايف. صح لسه ما جتش. طيب نشوف كده الفي تي بي كونفجريشن، يمكن في حاجه ما اتطبقتش. في تي بي ستيتس ادي ار سي لاين دي صح. نمبر اوف اكزيستنج في خمسه، لا لسه ما لبط ما ايه ما ايه ما ربطش. في تي بي فيرجن نمبر 1، لا احنا قلنا 2. يبقى في هنا كونفجريشن ما اتنفذتش بحذافيرها. الفي تي بي الفي تي بي ادي من اول حاجه هنا كنت تيجي تيجي 8 صغيرات. هو ده يبقى الكوماند ده ما اتطبقش. الكوماند اللذيذ انا اخد كونفتي. يبقى تعالى هنا يا عم كود كود، اعمل لي رايت كليك وبستوك. ايوه الفي تي بي بروتوكول يوزر ان وي دي فايل ديجست مس ماتش. ليه مس ماتش؟ مس ماتش ليه يا عم كود كود؟ سيسكو ادمن نفسها. اقول لك انا ريسيفر اوف ايكوال ريجن سامن تايم 0 0. شو في تي بي باسورد سيسكو ادمن. تعال نشوف كده
حلو الترابل شوتنج ده. هنا بيقول لك اهو دي تي بي بروتوكول يوزر نوتيفيكيشن ديفايس ونس كونفيج اون اوبسيديان. تعالى شو في تي بي باسورد نوت كونفيجر. انت بتهرج المشكله ان هو هنا ما بتكونفيجرش نفس الكونفيجريشن بس هتبقى ايه ادي الكور 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 خلينا ناخده من الكونفيجريشن فايل الاصلي. اه لا 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 يا ريتنا عملناه من هنا. اه ويتي بروجكت 2 ودي بيتي الثاني كمان يعني. يلا يا عم اكتب كود. اه غلطة كبيرة دي انا عامل كود من اول ايه. اه لازم يكون في دي يكون في دي بس كده الامور تمشي حلاوة. خلاص كده شو في تي في ستيتس. لازم الواحد بعد كل تنفيذ لحاجه يراجع الدنيا ماشيه ازاي. ادي نمبر اوف اكزيستنج 9 وادي الار سي دومين وادي فيرجن 2 بتاعي. طب تعالى نشوف كده شو في لان. ادي الفي لان بتاعتنا. تعالى بقى نروح على السويتش اي سي 1 اي سي 1 الخلبوص ده اللي اكتشف لنا المشكله. بص 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 الفي لان 4 على طول اكشنج ستاد لاب على طول. شو في تي بي ستيتس اهو اب اب اب. اول حاجه الفي لان نمبر بقت 9 على طول ونوع اوفلاين. واخد بالك هنا الكونفجريشن لاست موديفايد من 192.4.1 اللي هو الكور بتاعنا اللي احنا ما كناش مظبطين اعداداته وعرفنا الفيرجن 2 مظبوطه وخلاص كده مش محتاج. والام دي 5 دايجست تشيك سم سماتش 01 01 ده اللي هو كور 2 اكيد. إيه تعال كده شو سي دي بي نيبر هنلاقي 01 على مين اهو 01 الكور 2 هننفذ نفس الكونفيجريشن الحلوه بتاعتنا عليه. طيب المهم ان احنا خلصنا هنا كونفيجريشن على ابن الحلال ده اللي هو ده وده. تعال انت يا عم الكتكوت عم الكتكوت ننفذ عليه. ناخد ده الكور 2 ادي السيتنجز اللي هي او الفي تي بي. انا بقول الفي تي بي مو ترانسبيرنت بصفره وبعدين بقول له كلاينت وفيرجن 2 وادي الدومين وادي الباسورد كوبي. اه لازم نقول له كونفي تي الاول كونفيج روترنال طيب كليك بيست بلا 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 بلا. تعالى كده شوف لي شو في تي بي ستيتس. بس على طول اهو بقى 2 وبقى اي ار سي واخد التسعة في لان. يعني لما نعمل شو في لان هلاقي البرنسات اهو ادي الخمسة في لان اللي انا بكريتهم وصلوا. تمام تمام. تعالى بقى نشوف ايه تاني كده احنا خلصنا كام واحد. ادي واحد اثنين ثلاثة تمام. لا نراجع بقى الحاجه كلها. نعمل شو ران هنا كده نشوف ال دي اتش سي بي شو ران. نراجع ال دي اتش سي بي سيتنج والاي بي روت والكلام الملتوت. هنا ده اليوزر نيم والباسورد مفيش حاجه مهمه. ادي ال دي اتش سي بي الاكسكلودد ادريسز وادي الديفولت وادي السيتنجز مظبوطه وادي الانترفيسز بتاعتنا وادي الستاند باي سيتنجز. السبانينج تري مظبوط وادي الترنكات ادي الانترفيسز ومع البريورتي بريمت مظبوط. لسه الاي بروت الاي بروت مظبوط كده انا ما عنديش مشكله هنا. نعمل بلا رايت والكتكوت الثاني هو اي سي 1 اس 1 مجرد شوية ترانكات. ادي يوزر نيم باسورد الاسبانيك 3 انترفيسز كلها ترانكات. ادي الليس 03 اكسس 2 10 اكسس 3
وده انترفيس بينا مربع مانجمنت اي ادرس ك بس سوري الاكسس 2 بس مفيش الترنكات وما عليهوش اي كونفيجريشن تاني اكسس 2 اكسس 1 نيجي بقى الكور 2 شو ران ادي يوزر نيم باسورد سبانينج تري رول سكندري ادي الانترفيس بس كلها ترنكات انكريبتيشن بوك ان كيو ادي انترفيس فيلان واحد انا مش هدور على النت فيلان مش مشكلة خلينا في انترفيس فيلان تو ادي الستاندرد مظبوط الستاندرد مظبوط ادي فيلان اربعة ليه فيلان اربعة شوت داون يا اخي ليه كده ليه اسس عامل بس ازاي شوت داون هو شاف البيت دي صح غريبة شوية شو فيلان تعال نشوف الفيلان موجودة ولا لا فيلان اربعة موجودة هنعمل مو شوت داون بس على الانترفيس كوم في تي انترفيس فيلان اربعة اقول له نو شوت داون شو اي بي انترفيس بريف فيلان اربعة بقى اب اب زي السلام عليكم زي الحلاوة يعني. انا مشوفتش الاي بي روت مشوفتش الاي بي روت موجود هنا ولا لا شو اي بي روت شو اي بي روت مظبوط مفيش اي بي روت ده كور 2 المفروض يبقى عليه اي بي روت اللي هو 254 صح؟ ايوه المفروض ده ناخده كده كوبي مش عارف ليه اللي هو دي يمكن عشان الترتيب الكونفتي والاكزيت والحاجات دي كلها هي اللي بتفرق اي بي روت ممتاز طب عايز تاني شو اي بي انترفيس بريف اشوف الانتر فيلان راوتنج 1 2 3 4 5 كلهم داون ليه داون؟ ودي ادمنستريتفلي داون كمان شو اي بي انترفيس شو فيلان اللي عندي فيلان 2 و 3 و 4 و 5 طيب ليه ده؟ انترفيس فيلان 2 نو شت 3 نو شت 5 نو شوت انا لازم اعمل هدوء يا ولاد ال انا واربعة عملنا اصلا اوريدي وخلي واحد كمان واحد نو شوت كنترول زد شو اي بي انترفيس بريف والله ترابل شوتنج حلو قوي كده اب اب سايب بسرعة المهم انتوا واخدين بالكم ان سي ام ال حلو ازاي ولا سيميوليشن ولا بروسيس عالي ولا رامات قليله ولا اي حاجه الدنيا كلها ماشيه زي الحلاوه بص 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 ادي الستاند باي بدا يربط على طول ما بين كور 1 وكور 2 وينقل من اكتف لستاند باي والدنيا هتولع الوقت هتلاقي البروسيسنج الوقت بدا يبقى عالي يبقى انا خلصت الثلاثه دول تعالى ناخد الكوتكوت الرابع ده اي سي 2 على طول ايوه قال لك في بروبلم هنا مش مشكله اظبط الوالده دلوقتي ادي اكسس 2 ناخدك منين تعالى ناخد ده ادي كونفيتي وادي الهوست نيم يوزر نيم باسورد بليفج لوجن انترفيس فيلان 4 دي المهم عندي وادي البيت ناخدهم واحده واحده بقى عشان ايه ما نشتغلش بعض ادي بيست ايوه ابص هنا في واحده غلط انترفيس فيلان لا قامت خلاص ممتاز انا وقعت على الكونفيتي عشان بس ما ننساش اي سي كام هو اي سي 2 صح؟ ايوه هنبدا ناخد من الاول هنا البي تي في مود ترانسبيرنت بلا 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 خد لي كوبي وحطه لي هنا رايت كليك والبيست اللذيذ عشان يبدا ياخد ايوه ايوه انا دلوقتي فين؟ بره خالص هناخد من اول الكونف تي ادي الاي سي 2 ادي من اول الكونف تي هقول له انترفيس 00 ده هيبقى فيلان 5 ده اللي باصص على الراوتر اللي هو البوس الكبير ده تك او كونفتي مش هتداون
تشتيل بسرعة. وهني برة تاني يبقى استنى يا جدعان الكود كود الاس بي تي بي. خلينا بس انا مش هعمل بورت فاست ولا اي حاجة هنا، بس لازم هنا اروح له كونف تي كونف تي واقول له بيست يا عم الكود كود اسباني جدا خليه بي بي لان رابط اسباني جدا بي. كده انا خلصت المعلم ده. المفروض اللي هو نقل كل الفي لانز اللي عنده، المفروض ان هو نقل الفي تي بي سيتنجز، والمفروض ان حط الانترفيس 00 في الفي لان 5. نبدا شو في لان لان دي هتجيب لنا كل حاجه. ظهرت الفي لانز هنلاقي الانترفيس. الله 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 الله. بص حلو قوي الحته دي بقى، اهي 00 الى 5، يبقى كده الفي تي بي اشتغل وكده الدنيا كلها زي اللوز. طيب طيب انا خلصت من الحلو ده، اديله سباية واحدة. القهوة بتجيب لي هبوط. طيب ماشي يا عم شكرا. لسه لي المعلم الراوتر بتاعنا. تخيلوا لو انا مش مجهز اصلا الحاجات دي كلها هناخد وقت قد ايه. هقول له نو، انا هخش اعمل كونفجريشن ماي سيلف ماي سيلف. لا بشويه التعليق عايزك كده مره واحده تنزل لي كل الانيشال ستارت اب بروسيس بتاعتك. ايوه 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 ايوه. لا مش وقت اتصال، مش وقت اتصال، مش وقت اتصال، مش وقت اتصال. الله يهديك. ضيعت تسجيل. انا هبدا تسجيل من هنا. أنا لسه ما عملتش اي حاجه، جال اتصال بس قطع البلا بلا بلا. طيب هروح على الراوتر راوتر 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 راوتر. ادي انترنت راوتر، ادي ايه. انا هعمل ايه حاجات بسيطه خالص. الراوتر بديله اس واديله لوب باك واجي على انترفيس 00 بقول له هذا الاي بي ادرس بتاعك. طبعا خليني شوت داون نو شوت داون. وادي الاي بي روت، وادي الاي بي روت. الاي بي روت بقى انا بقول له ايه، خلي ديفولت جيت واي بتاعك هو اللوب باك 0. ده كان بدل اللوب باك 0 في انترفيس في انترنت فعلا، وانا بقى هاجي الشركه عندي اخلي فعلا الترافيك كله يرمي على الانترفيس ده. هنا بقى عشان الرد، لما حد خلاص الداتا وصلت للراوتر، الباكت وصل للراوتر عايز يرد، هيرد لو عايز 192 واحد فيلان واحد وديه على 5 واحد اللي هو الفيرجوال اي بي ادريس بتاع الستاند باي هوت ستاند باي راوتنج بروتوكول للفيلان 5. لو حد عايز 2 وديه على نفس المكان، 3 على نفس المكان، 4 على نفس المكان، اي نيتورك 5 وديه على نفس المكان. يبقى كده الدنيا تمشي معاك حلاوه. ده لو انا ما استخدمتش الراوتنج بروتوكول يعني. انا كده شغال كله ستاتيك. تعالى كده ادي الراوتر بتاعي، نقول له بس انيبل وكونفيتي كونفيتي، تقول له اعمل لي بيست لو سمحت. ايوه 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 رايت. ثانك يو فيري ماتش، يو ار فيري هيلبفول سير. طب ايه الوقت اللي انا عملته واللي انا هبته؟ انا خلصت كل دول لسه بقى. المفروض هنا في ديسك توب، باخد الديسك توب بحطه، لكن لينكس وانا ما اعرفش اي حاجه في اللينكس، كانه شبكات. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي على الجهاز اللذيذ اللي اسمه بي سي 1 ده. اوبن الكونسول بتاع سيادتك. هنعمل الكونفجريشن هنا. طب هنا لا خلاص نعمله يا لو. بص يا ريس، المطلوب اللي انا هاجي على الانترفيس ده اخليه ياخد اي بي ادرس من الدي اتش سي بي، ماشي. وهقول له الديفولت جيت واي بتاع سيادتك هو الفيرجوال اي بي ادرس للفي لان اللي انت فيها. ترجم يا عم الكلام ده. حاضر. طيب طيب انيبل كونف تي
هو على الانترفيس كلام انا نسيت. ادي الصوره بتاعتك توضح لك كل البلاوي. ادي 0.3 اقول لك جميل ده كونفي تي، هقول له انترفيس جيجا انا قلت كام؟ 0.3 هقول له بقى هنا اي بي. لا خد بالك ده سويتش، يعني باي ديفولت هو معمول له سويتش بورد. فانا اول حاجه اقول له نو سويتش بورد، ده مش هيشتغل كسويتش بورد سيادتك، ده هيبقى انترفيس وادي له اي بي ادرس. تمام التمام. فهم قال له الاي بي ادرس بتاع طبعا هو بدا يبقى اب اب. اقول له الاي بي ادرس بتاع الحلو ده، بص كده لما تعمل علامه استفهام هيجيب لك تحط له انت الاي بي ادرس ولا تخليه دي اتش سي بي. فانا اقول له دي اتش سي بي وتقول له ايه انتر. خلاص هو كده هيبدا ياخد من الدي اتش سي بي. ممتاز يا استاذ. انا بعمل اكزيت يعني ايه اللي انكم انكم اكزيت يابا اكزيت يا عم بس كده. انا ممكن بقى اقول له هنا شو اي بي انترفيس بريف، الاقي ان الحلو هنا لسه ما خدش اي حاجه. هو كام؟ 0.3 اب اب ودي اتش بي لكن لسه ان اسايند. ماشي خليني معاك لحد اخر نفس. اب 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 لذلك ما تزعلش. اي حاجة احنا عاملينها مش مظبوطة المفروض عشان ده ياخد من الدي اتش سي بي ان ده يبقى فعلا فيلان 2. تعالى نشوف كده هنا ده في فيلان 2 فعلا ولا لا. ايوه ايوه هو السويتش اي سي 1 الحلو ده. لا بالله عليك اوعى تقول على اللاب يا ساتر ده على اللاب. عشان كده كده في حاجة غلط. هو احنا بنعمل الكونفجريشن على كام؟ على 0.0 ده 0.0 وهنا 0.3. بص المفروض 0.0 بس هو باي ذا واي التاني علق يعني كونفجي انترفيس جيجا 0/0 اقول له نو سويتش بورد اقول له اي بي ادرس دي اتش سي بي شو اي بي انترفيس بريف. ايوه هو ده اللي يهمنا، هو ده الكود كنترول موجود هنا 0.0 وراح هنا على 3.0. المفروض ان ده في VLAN 2 فده هيبعت ريكوست للدي اتش سي بي، هيقوم ده اخد موزع ريكوست على كل الفي لان 2 هيبعت عن طريق الترانك هنا فده هيرد عليه يقول له انا موجود ريكوست مش عارف ايه اكنولج وايه وفي الاخر يوم عطي له ايه دي اتش سي بي اللي هو ما اعرفش دي فيلان 3 تقريبا هيبقى 3.11. انا مسهل يا رب. بص هو ده مهنك تهنيك السنين يعني ده مهنك خالص. انا مش عارف حتى اكسس عليه مشكله في السي ال. اسمه ايه هو؟ سيسكو موديلنج. لا هو انت بتهنج انت كمان؟ انا ناقصك يا اخويا. اهو يا عم بدوس انتر وريتيرن وكل اللي بتنجانه. يا ساتر يا رب. تعالى كده نشوف النوتس. احنا عايزين ايه سوان؟ مالك يا عم تشتغل الله يهديك يا عم اشتغل يا عم يلا اشتغل يلا.
حتى الموبايل هيفصل. ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نيجي على ده بقى، عمرنا الى الله، نعمل له ستوب. ماشي كده بقى، هو ستوب نوت ستوب، هو الحلو ده. نقول له ثانية ستارت. اشحن الموبايل قبل ما عم كتكت اشتغل ده، اشتغل ده يا ابني، اشتغل ده يا ابني. ادينا التليفون مقفول. ايوه هايلايتد هيد شوت. قلنا احنا مدارس عربي يا عم. يا رب تنجح يا تبع. الله التهنية دي بتزعلني اوي. مفيش حاجة زي البيك تريسر يا جماعة. باك تريسر شغل اشتغل على طول، مفيش هزار، مفيش تهنيج. اهم حاجه ما تنساش تحجز السيشن باربع ساعات، عشان اي مشكله زي دي كده ممكن لو انت حاجز ساعتين اللاب يروح منك في الوسط. ماشي يلا. لسه ما عملتش لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيب استجيب، اقسمت عليك ان تستجيب. يلا يا رب. يلا يا عم. Platform signature verified that the image بتاعتنا passed the code some verification. اشتغل يا عم. انت فيك ايه يا ابني؟ فيك بلا والله. انا جاي واحد تاني. يلا اعمل له ستوب. ماشي ماشي. 2 1. عندنا الاكزيت الحاجات دي، ادي اكزيت صح؟ عندنا كومبيوتر تكتيك مش عارف. هو عشان كومبيوتر هنشتغل معاك هنا عادي. مشكلة تهنيجة دي. اه
حصلت معايا برضو قبل كده. بص اس 2 فار اذا والله زي الجي ام اس 3 كمان استفدت فيه. هو لسه نازل جديد من بعد الشهر. وده ماله يا ولاد؟ جي جا ات انترفيس جيجا جيجا بوك ايفرنت مشكلة جيجا بوك ايفرنت. والله انا نزل مفيش دو شو اي بي انترفيس بريف. مش اصلا واحد زيرو ماشي مش راح كتير. اقول له انترفيس جيجا والله يا زلمه انترفيس جيجا 0302 سويتش اوف اكسس فيلان 2 نيو شوت. ما اصلا مش شوت عندي كتير يعني. انا عندي هنا شو اي بي انترفيس بريف هتلاقي شو ران ديسبونبل تو انترفيس بريف 4 والانترفيس 02 و 03. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيكون نفس الفيلان تو. خلي البي 3 كوانتيتي انترفيس فيلات غني متابع معايا زمان وتلات انترفيس فيلات ايه يا عم انترفيس جيجا الله يهديك جيجا انا بلاقيست انترفيس
جيجا 03 03 سويتش وورد اكسس ميلان 3 3 3 شو بي تي بي ستيتس. اوه لذيذ خلاص اصلا مش عارف شو البيت بيستيتس هجيبها ازاي بص استنى تو 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 ليه بس واحنا مش موصلين حاجة. ماشي يا عم الكود كود بص بقى الكود ده هنعمل له ايه؟ مفيش اخر فرصة حسن مفيش والله هعمل حاجة لو في كود ولا ماشي يا عم اعمل له كده ستوب او كده ستوب خلاص حلو ستوب خلاص دي بص هنا كده على من على الاي سي 1 اهو ما بقدرش انزل بقى نايت انفو عايز امسح من على وش الدين او الواي بس وان ربنا بالحمد بليت حلاوي زي ما احنا شايفين جيجا 02 جيجا 01 ظبط يعني المفروض ان المعلم سلمان العتبة ده ياخد اي بي ادرس ماشي يلا يا عم انيبل شو اي بي انترفيس بريفك يلا يا عم خد اي بي بقى ما تزعلناش عايزين 00 ده ياخد اي بي شو سي دي بي نيبو اي سي 1 على 00 صح هناك على 00 على 02 نعمل ريكوست ريكوست سي دي وخد يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم كود كود هرجع كده السيتنج زين شو انترفيس فرانك 0001 0001 صح شو سي دي بي نيبر شو سي دي بي نيبر ادي 0001 صح طيب شو بي تي بي ستيتس عندي شو مش عارف انا كيف اخد اتش سي اي
Interface giga 0.0 on shop. No shop. No shop. Short IV interface giga 0.0. تعالى كده واحدة واحدة عشان نصلح النبي ونراجع بالراحة. المفروض ان الانترفيس دوت معمول له سويتش بورد واخد اي دي اس بي اتش سي بي يعني ريكوست من اي دي اس بي هنا يعني دوت المفروض ده في بي لان اتنين صح؟ فيعمل نرجع للمرة التالتة نسجل تاني بعد ما اتقطعت سهيل احنا بنراجع انا كده يمكن يكون وكده ابدا اشك في اعدادات الدي اتش سي بي بقى ما هنا دي صح الانترفيس مظبوط وده ترانك المفروض واصل لهنا صح وده معمول له اسايمنت الفيلان صح يبقى تعالى نشوف عم الخلبوص الكبير ده بقى عم الخلبوص اللي هو بيوزع دي اتش سي بي على فيلان 2 وهتقول لي معلق انت كمان اكسر الكمبيوتر بقى اهو يوزر نيم هادي ماشي يا عم كده الباسورد سيسكو ادمن اديني شو رن كده في الهادي يا زبادي حلو على الهادي يا زبادي ده اي بي دي اتش سي بي اكس بلوت ادرس 2.1 لحد 12 اهو ادي فيلان 2 نتورك 192.168.0 والديفولت راوتر 192.168.2.1 مظبوطه طب ليه ما بتفعلش دي اتش سي بي يا جدع ليه ما تبعتش ليه فارق تولي ادي الفيلان 3 مظبوطه مفيش عندك اي شيء يمنع VLAN 2 مفيش أي حاجة تمنع خالص مالك طيب كده شو VLAN شو VLAN ادي VLAN 2 اكتب شو اي بي interface ايه ده؟ بوب 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 كاتاستروف والله والله كاتاستروف اصلا ما عمل لهم شات داون يعني اقول ايه بس لازم تراجع الكونفجريشن واحده واحده سيبك من كوبي بيست دي يا نهار ابيض يا جدعان وادمنستريتيفلي داون يعني فاك يو ماشي كونف دي انترفيس فيلان 2 جات كمان نوشا ماشي يا عم بكتكم 3 نوشا ماشي يا عم البتنجان 1 نوشا ولا ترابل شوت فاجر 5 نو شت انا عملت كده كله صح؟
شو اي بي انترفيس بري كله اباط اهو. بص اكتف نازل اهو الستاند باي اكتف بروتوكول بوب 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 هيبقى اكتف. شو ستاند باي سامري سامري في سامري. طب بريف طيب بريف هالي. ايوه 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 ادي واحد وادي ثلاثه وادي اثنين. ادي الستاتس بتاعتي اكتف 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 واللوكال زي اللوز. وادي الستاند باي اللي هو الجهاز الناحية التانية 3 3 3. وادي الفيرجوال اي بي 1 1 1. بص ما قدامكش اي حاجة اللي انت تجيب لي اي بي بقى. ها اهو بص 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 الساين ده اي بي ادرس عدل وش اهو من نفسها. نفذ لي الكوماند بقى تاني اب اب واخد اي بي ادرس. لوز اللوز لوز اللوز. تعال نشوف التاني. لسه ما عملتش كونفجريشن هنا يا دين النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. انيبل اقول له كونفتي روح على انترفيس جيجا 0 0 صح 0 0. اقول له ايه نو لا سويتش بورد سويتش بورد ما تعمليش سويتش بورد. راح يجي لك رساله يقول لك تشينج ستاتس تو اب يس يس نو تشينج. خلاص ندي له بقى ايه الاي بي ادرس بتاع سيادتك دي اتش سي بي وبسرعه بالله عليك عشان انا مش فاضي. بس يلا بقى اديني الرساله بتاع اللي هو اسايند دي اتش سي بي اي بي ادرس فروم بلا بلا بلا. انا ويتنج. ايوه هو ده ادرس اسايند اسايند انترفيس 0 0 اسايند اي بي ادرس 3 11. والله زي الفل يعني زي الفل. شو اي بي انترفيس بس انا مش عارف انترفيس بريف على طول جيجا 0 0. ايه ده لازم بريف عشان البلاوي دي كلها. بريف السلام عليك يا ولد. اعمل رايت قبل ما يرجع كلامه. من الرايت. بس في حاجه هنا بقى في حاجه لازم ناخد بالنا منها. تعالى كده نقل ايه المفروض كده احنا خلصنا توتالي كل السيتنجز بتاعتنا بس لازم التست هنعمله. بس في حاجه عايز اقول لك عليها. تعالى اعمل لي هنا شو ران. عايز اشوف الديفولت جيت واي اجت مع دي اتش سي بي وانا بعمله على السويتش ولا لا. هو الاي بي ادرس والماسك اجى انما انا عايز اشوف الديفولت جيت واي. مش شايف دي في الدكتور. بص ادي 0 0 من سويتش بورت اي بي ادرس اخده. مفيش اي انديكيتور على ان في ديفولت جيت واي. وانا الديفولت جيت واي مهم جدا 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 فهعمله يدي وكاستاتيك روت. اعيد واكرر مره ثانيه اخرى لو كان الديسك توب ده تقدروا تشتغلوا عليه اللي بيعرف يشتغل لينكس يبقى الموضوع كان منتهي. كونفتي انا بقى هنا اقول له بقى هنا اي بي روت اي حاجه مش عارفها حط الديفولت جيت واي بتاعك ايه يا شباب 1 2 3 4 1 2 3 4 اي حاجه مش عارفها ابعتها ليه. ها 1 2 1 2 2 1. ايه ده 2 1 ده ايه هو الفيرجوال اي بي ادرس بتاع الهوت ستاند باي روتنج بروتوكول اللي احنا عملناه على الفي لان 2 لان احنا دلوقتي هو اخد اي بي ادرس في رينج الفي لان 2 زي ما احنا شايفين هنا. اهو اخد 2 11 يبقى هو في لان 2 فانا هقول له الديفولت جيت واي بتاعتك 2 1. يبقى سواء ده شغال او ده شغال 2 1 اوريدي شغال لان ده 2 وده 3 وده الفيرجوال بتاعه. اظن انا باكد على النقطه دي مرارا وتكرارا لان دي اساس اللاب. تك 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 نقول له كونفتي هنا طبعا فيلان 3 فاقول له اي بي راوت اي بي راوت 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 2 1 6 8. ها 3 ها 1 اظن عارفين ده ايه. اعمل لي رايت. كل سنه وانت طيب. بص يا جميل بص يا طعن انا ظبطت ده اخد اي بي ادرس من الدي اتش سي بي وده اخد اي بي ادرس من الدي اتش سي بي بما ان دول سويتشات مش اجهزه فما خدش الديفولت جيت واي
فانا اديتهم له كديفولت روت وحطيت الديفولت روت او الجيت واي بتاعك ديفولت روت ايه جيت واي اللي هو جيت واي حطيته ان هو الفيرجوال اي بي ادرس بتاع الاس اتش اس ار بي هنا بحيث لو ده وقع يشتغل على ده لو ده وقع يشتغل على ده وده الروت بريدج بتاع الدايره وده الدي اتش سي بي وهو الاكتيف في كل الفيلانز اللي عندنا عندي فيلان 2 و3 كل الطرق هتمشي كده اهو كل الداتا هتمشي كده اهو ممتاز وده لما يجي يرد عملت عليه ستاتيك روت ان اي حد عايز فيلان 2 ابعتها على الفيرجوال اي بي ادرس بتاع فيلان 5 اللي هو عملت له هنا اكسس فهيوصل هنا اهو لفيلان 5 ده يعمل راوتنج انا فيلان جاي لي من فيلان 5 وعايز فيلان 2 عندي النتورك دي هيقوم مطلعها على السويتش والسويتش يشوف فين الفيلان 2 هنا يقوم باعتها للسويتش ده يبقى البنج يشتغل طيب اللي تاخد بالك نجرب الاول معلش نجرب ده نعمل لي بنج على 4 3 2 عشان يبقى ايه الموضوع كله كلير ان هو تيستد سكسسفلي بنج 4 1 2 3 اوب 100 100 لوز اللوز طب بص تريس انا هعمل تريس ل 4 2 2 2 غلط يا كده يا حسن غلط الاي بي كتبته غلط يا حسن احنا مش ناقصين يلا اول ما يطلع هيروح على 3 1 بص 2 2 ما اعرفش من 2 2 ده 2 2 اللي هو ده يبقى هو طلع عن طريق ده وصل ل 5 254 اللي هو ده وتم خلاص يبقى طلع عن طريق ده واضح اهو طيب تعالى هنا دون اللهم صل على النبي اعمل لي بينج لا تريس على طول تريس يا حبيبي تريس 4 2 2 2 هيبدا يطلع من نفس الكلام لازم يطلع عن طريق ده اللي هو 3 2 احسن ويروح على 254 يبقى ده ما فيش حد ماشي دي خالص خالص مالص اللي هنعمله الوقت هنعمل ايه نعمل شات داون لده ونشوف هيمشي عن طريق ده ولا لا واضح يبقى كده اللاب بتاعنا خلص كله نعمل ايه شات داون لدون تعالى نعمل كده ونشوف الكونكشن بتاعه فين ادي الانترفيسز هو واصل عنده اتنين انترفيس 00 و 01 بس 00 و 01 نعمل لهم شات داون ماشي تعالى يا عم الكتكت اقول له كونفيتي بس والله يا CML طلع حلو قوي وجميل انترفيس رينج جيجا 0 1 لحد 2 شت داون خد بالك بقى انا عايزك تبص هنا اللي هيحصل ايه على طول بص سبيك سبيك بقى ستاند باي هو ده اللي هيبقى الاكتف دلوقتي this the whole time I think this show CDB show IP address show IP interface brief looking down down هو ايه 0001 انا عملت حاجه غلط معلش كونفتي انترفيس جيجا تركيز يا جماعه تركيز 030 shut it down نروح بقى هنا بسرعة عاوزه اهو خلاص طالما ده داون من ناحيتين ده هيبدأ قال لك ايه قال لك اكتف لفيلان 5 واكتف لفيلان 2 واكتف لفيلان 3 واضح شو اي بي روت عشان نتاكد بس ان الروت هنا موجود صح ادي الاستاتيك روت يبقى المفروض ان الدنيا تمشي حلاوه الوقت ده خارج الخدمه اصلا يعني ما حدش شايف وشو سي دي بي نيبر شايف اي سي 1 بس واي سي اي سي 2 فين انت مش شايف اي سي 2 ليه يا عم الخلبوص
show IV interface brief. A00 down now. Conf interface giga 0/0. No shutdown. Show IV interface brief. أيوة كده كله up. Show CDB enable. ادي AC1 مظبوط اللي هو AC1 ده. Insert هو ده هو اللي فوق AC1 ولا كده؟ نسيته يا عم بس هو مهيس مالناش دعوة ان شاء الله الدنيا هتمشي يعني الدنيا تمشي. تعالى هنا كده على الجهاز نعمل البنج بتاعنا نعمل التريس روت احسن. تريس روت 4 3 منات المفروض يمشي الوقت على ده. هوب 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 اهو اهو مشي عليه. يلا هات لي بقى ايه هات لي الداتا. ايوه يا سلام دي بص دي عايزه تكبر كده. بص لما عملت في اول حاله تريس روت على ده مش عن طريق 192 192 32 اللي هو ده. المره دي مش عن طريق 33 اللي هو ده. ماشي اعمل لي البنج. واحد 92 واحد 6 لا ايه يا عم حسن. طب سبع. البنج شغال كل حاجه شغال. بص هقول لك على حاجه ثانيه حلوه قوي. بنج ريبيت اعمل لي ريبيت. ريبيت لكام؟ 5000 خليها 6000 يعني اعمل لي ايه ريبيت 6000. البنج شغال اهو ماشي. انا هرجع ده اخليه اون اهو ماشي. اقول له كونف تي انترفيس رينج جيجا 0/0 لحد 3 ماشي. النو شوت داون ده لما شغله المفروض اللي هو ياخد بالبريمبت ياخد هو الاكتف. البنج هنا عندي شغال اهو هنا لسه شغال صح؟ اهو شغال. بص بقى اول ما ارجع ده ادوس انتر هنا نشات هيبدا هو ياخد الاكتف وهنا البنج هيفصل. شوف شوف ستيتس اكتف اكتف ده اب 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 الانترفيس اب. يلا يا عم قبل ما ال 6000 يخلصوا بص اهو 1 2 3 4 5 6 وهيبدا يشتغل تاني لان ده الوقت بيحاول يبقى هو الاكتف. معايا؟ تعال نشوف هنا الكور بيحصل له ايه؟ لسه مفيش حاجة هنا. لسه مفيش حاجة حصل كونكشن داون. ها يلا. دلوقتي النيجيشيشن شغالة على ودنه. يا الله. هوب رجع. يبقى ده خلاص بقى هو الأكتيف. هنشوف الوقت المسجز اللي بتيجي اه بص بص سبيك ستاند باي بقى ستاند باي ستاند باي وده الحلو الجميل ده هيبقى هو الاكتف. مش عارف ليه ما بيجيبش هنا الكونفجريشن لكن هو ده كل دي شغال اهو. تن 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 تعالى احنا نعمل شو ستاند باي اهو اكتف 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 ستاند باي بريف. بص اكتف لوكال خلاص وده ده هو الستاند باي والبنج خلص. يبقى بص الفتره اللي حصل فيها دروب اللي هي دي بس اللي هو بيحول من ده لده. يبقى كده العمليه واضحه جدا ان اللاب بتاعي تم بنجاح. ممتاز ممتاز السي ام ال 2 ده ممتاز. وحصل عندي شويه دروبات معرفش ممكن الدروب ده يكون ايه اللي انا كنت حاطط انترفيس هنا يعني مثلا هو كان حاطط لي من 0 لحد 3 بس انا اخترت 1/0 بس عندي هنا اللي فوق ده برضه نفس الكلام ما دام هنج بس شغال يعني كتر خيره يعني البنج شغال والداتا كلها شغاله بس مش عارف اخش عليها. انا كنت عامل هنا انترفيس برضه هي فوق الواحد لا 0/1 والله بس يا عم كتر خير والله زي الفل وحاجه ببلاش كده ببلاش كده حلو. طيب بس كده خلاص اللاب كده خلاص. اه
لا قبل ما اقفل بقى، ده في حاجه مهمه. حد يقول لك ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ انت عامل الفي لانز كلها على الكور ده، ما انت ممكن تبقى ذكي وتعمل لود بالانس بالاثنين. يعني ايه؟ يعني انت كده الترافيك بتاع النيتورك كلها بتطلع على اللينك ده، واللينك ده بعد يلا اللينك ده واللينك ده، البرانش ده كله انت بتستغلوش في حاجه. ممكن نعمل ايه يا عم انت يا ابو العريف؟ تقدر تعمل ان الفي لان 2 تخليه يشتغل على الكور 1، والفي لان 3 يشتغل على الكور 2. اللي هو ازاي؟ اللي هو فاكرين هنا جينا على الانترفيس في لان 2 عملنا البريوريتي 130 والبريمبت، صح؟ نعمل نفس الكلام ده على الناحيه الثانيه على في لان 3، نخلي هنا البريوريتي 130 او 150 اكثر من 100 وبريمبت. فيبقى اي ترافيك جاي من الفي لان 3 هيمشي كده، واي ترافيك هيجي من في لان 2 هيمشي كده. يبقى انا مشغل الاثنين. دي فكره فيري بيرفكت للود بالانس، لكن ان كيس ان واحد داون الفيلان اللي شغاله كلها عليه وقع. انما الفكره الثانيه ان كل الفيلانز هتفضل شغاله ان كيس ان حصل لواحد شورتج او وقع او حصل له اي مصيبه تاخده يعني. فانت عندك بتقارن بين حاجتين، الفيصل هنا بقى سرعه اللينك، وتشوف انت عندك داتا اكتر من اللينك ده عايزها ولا لا. يعني لو عندك الداتا كلها الانترنال بتاعتك ما تجيش 1 جيجا، وعندك هنا 1 جيجا اللينك ده، خلاص خليك زي ما انت وخلي ده يبقى احتياطي ان كيس ان ده وقع ده يشتغل ان شاء الله. طيب ما حدش اخد باله من حاجه ثانيه، الدي اتش سي بي بتاعك فين؟ اهو. ده لو وقع والاجهزه دي كلها عملت ريستارت، انت مش هتلاقي حد يدي دول دي اتش سي بي الاجهزه اللي هي هنا. فانا مفترض ان انت يبقى عندك دي اتش سي بي سيرفر خارجي او واصل مثلا هنا وعامل له في لان ثانيه وهو اللي بيوزع، وطبعا هتعمل له الاي بي هيلبر ادرس. يا اما تحط الدي اتش سي بي هنا بس ما تفعلوش، يعني يكون مجهز الدي اتش سي بي بحيث ان كيس ان دي وقعت طبعا هتعرف الناس ما فيش اي بيهات بتاع، تفهم على طول ان الكور ده وقع، تقدر تفعل الدي اتش سي بي هنا بقى كل حاجه، لان ما ينفعش تخلي الاثنين دي اتش سي بي شغالين في نفس الوقت. يعني مش عارف تلاقي ايه، مع ان هي نفس السيتنجز بس ما مش هتعرف، يعني مش هتعرف مين اللي شغال ومين اللي مش شغال. فبس دي كل الملاحظات، اتمنى تكون استفدتوا اي حاجه، بس هو كان في ترابل شوتنج حلو والله، يعني انا استمتعت. السلام عليكم. السلام عليكم.